اهلا وسهلا بحضراتكم وتغطيه جديده من موقع صدى البلد الاخباري. الحقيقه تغطيتنا النهارده يعني جرائم الابتزاز الالكتروني الحقيقه زادت بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، لكن الحقيقه يعني اجهزه الامن بقت بتقوم بمجهود خرافي في هذا المجال اللي ساعد الحقيقه ان هذه الجرائم تقل بشكل كبير، او على الاقل يحصل ردع لكل واحد تسول له نفسه انه يعني يحاول انه يبتز حد من خلال يعني وسائل التواصل الالكتروني او يعني كل هذه الامور. لكن الغريب في الواقعة اللي معانا النهاردة ان الواقعة تخص طفلة. يعني احنا اعتدنا على ابتزاز مثلا سيدات بنات كبار شابات، انما توصل المرحله لان يعني نبتز طفله، يعني شخص بصراحه يعني يستحق عقاب مضاعف عن العقاب اللي مفترض انه يكون في مثل هذه الحالات. طفله في محافظه الجيزه فوجئت ان احد الاشخاص، طبعا طفله معاها جهاز موبايل، طبعا مش في افضل الحالات انها تقدر تعرف ايه اللينكات اللي ما تدخلش عليها وايه اللينكات اللي تدخل عليها او الهاكر، يعني تفاصيل لسه طفله ما تبقاش ملمه بيها بشكل كبير. يعني استغل هذا الشخص هاكر تليفون البنت بطريقه يعني طبعا وقع اجراميه، وهكر تليفون هذه الطفله، وجاب طبعا بعد حضراتكم طبعا عارفين بعد ما الهاكر بيقدر ان هو يهكر التليفون خلاص بيبقى كل حاجه موجوده داخل هذا الموبايل او هذا الهاتف متاحه ليه تماما، يقدر يشوفها وكان معاه التليفون في ايديه. فبدا يجيب الصور الخاصه بالبنت ويعني ينقلها عنده، وراح مكلم والدها على التليفون. طبعا رقم التليفون بالتبعية يعني جايبه من الموبايل بتاع البنت، وكلم والدها بمنتهى يعني قلة الأدب والبجاحة، وطلب منه 500 جنيه وإلا هينشر الصور. طبعا هو اخترق حساباتها على الفيسبوك وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي، لو ما دفعتش هنشر الصور، ده الكلام اللي قاله لوالدها. طبعا الراجل مهتمش وعارف بنته وعارف تربيته وطفلة صغيرة، وبالتالي مهتمش ويعني تجاهل تماما هذا التهديد. فوجئ والد البنت الضحية إن هذا المجرم نشر بالفعل ونفذ تهديده صور البنت على الفيسبوك بتاعها. مش هنا المشكلة بقى، المشكلة إنه خد صور ليها وركبها على صور يعني عارية ونشرها أيضا على صفحتها على الفيسبوك. لكن الحقيقة يعني تحرك أجهزة الأمن بالجيزة كان يعني محل تقدير جدا في هذه الواقعة. كان في تحرك سريع بعد ما والد هذه الطفلة تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت حول هذه الواقعة اللي تعرضت ليها بنته، تحركوا بشكل سريع جدا وقدروا يتتبعوا من خلال يعني التقنيات الحديثة اللي بيتتبعوها في مثل هذه الأمور، وقدروا يوصلوا لهذا الولد أو هذا المجرم اللي قام بهذا الفعل الإجرامي، وتم القبض عليه ويعني بإجراءات سريعة جدا تم إحالته للمحاكمة. طبعا جرم كبير جدا ونتمنى انه ياخد يعني جزاء مضاعف، يعني ما نتكلمش بقى تجاوزنا مرحلة الجزاء العادي، جزاء مضاعف عشان يعني الآفة اللي بقت في مجتمعنا دي بقى تنتهي، لان يعني بناتنا وولادنا يعني ما ينفعش يفضلوا يتعرضوا طول الوقت لمثل هذه الامور.
والواقعة يعني حبينا ان احنا نستعرضها مع حضراتكم من خلال موقع صدى البلد، ويعني الشاهد كمان الأكبر من خلال هذه الواقعة لكل بنت وكل فتاة. ودلوقتي خلاص احنا بنتكلم على الأطفال كمان، يعني ما تترددوش، أي حد يحصل معاه واقعة مشابهة على طول عرفنا بلاغ لمباحث الإنترنت. طبعا نتمنى يعني السلامة لحضراتكم جميعا، وان ما حدش يتعرض لمثل هذه المواقف، لكن كان من الضروري ان احنا ننقل لحضراتكم هذه الواقعة. بنشكركم طبعا على حسن المتابعة، والى اللقاء.